فرناندس. كاين شويه ديال الكاركتر ديال الاسد. سبنتاتا الهصمصم العرندس 2008. شوف باش تعرف بصح الطوموبيل هادي عرندس. اسمع 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 اسمع. المهم هادي كاتيجوري ديال بتيت سيتادين ياك كيما كنعرفو حنايا، يعني هاتش باك صغيره. وهاد الطوموبيل هادي كانت هي سياره السنه في عام 2022، دات هي سياره السنه. هادي واحد الها زمزم حي. وعندك السياره الاكثر مبيعا في فرنسا في سنه 2020 2021 و 2022، يعني لها زمزم، يعني رابع القاطي عنده الحق. طوموبيل تباعت اكثر سياره تباعت في فرنسا خلال سنه 2020 21 22، ونزيدك الرقم الاول في مبيعات في اوروبا لها زمزم في 2022. اكثر سياره تباعت في اوروبا خلال سنه 2022، يعني لها زمزم. يعني من ناحيه ديال الكاركتر ديال الاسد كاين والله حتى كاين. واخا شوفوا لها زمزم في كيتصنع، لها زمزم كيتصنع في المغرب. غادي شوف بس 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 انت كلاصق لها زمزم. قلنا لها زمزم كيتصنع في اربع ديال البلدان، كيتصنع في سلوفاكيا في واحد مدينه اسمها ترنافا، وكاين كيتصنع في المغرب في قنيطره يعني ستيلونتيس، وكاين في ارجنتينا يعني لانجورتين بوينوس ايريس، وكاين في اسبانيا في غويريلاس. فيغويريلاس في اسبانيا وحمدينا فيغويريلاس. يعني شوف عندنا شحال بلدان، اربع بلدان كتصنع فيهم لها زمزم. ونزيدك باش تعرف العرندس ملعوق عنده تشاسي نيت ديال سيتروين دي اس 3، وسيتروين دي اس 3 موديل واعر محترم يعني في كاتيجوري مزيونه، يعني كيتشارك مع العرندس في الشاسي، يعني لها زمزم. تشوف دابا لحد الان الكاركتر ديال الاسد باقي كاي. اوكي نفونديو شويه نشوفوا الكاركتر ديال الاسد، نشوفوا لي كاركتيرستيك تكنيك ديال العرندس 2008. دونك انا غنعطيكم موتوريزاسيون لي كاينين كاملين، وفي الاخر نقول لكم لي كاينين في المغرب. دونك بالنسبه للاسونس كاين موتور 1.2 3 ديال لي سيلندر، فيه هاد ثلاثة ديال المحركات. فيه المحرك الاولاني كيجيب 75 د الخيل اللي هو اللي كاين في المغرب، وكاين المحرك الثاني كيجيب 100 د الخيل اولا 102، ما عرفتش هذا واش دخل ولا لا، نورمالمون خصو يدخل. وكاين الثالث كيجي فيه 130 د الخيل. هادو ثلاثه سابيهم اسونس، يعني العرندس ملعق في موتور اسونس عنده ما يقول، عنده 75 اللي عادي راه مزيان، 75 د الخيل راه مزيانه في ليسونس، راه كتاكسيليري حتى هي، راه كتاكسيليري من 0 ل 100 في 13 ديال السكوند مزيان. اللي فيه 100 د الخيل كي اكسيليري في 9.9، واللي فيه 130 د الخيل كي اكسيليري في شحال يا ربي، في كي اكسيليري في 8.7 اللي فيه 130 د الخيل. المهم اللي فيه 100 واللي فيه 130 كيجي فيهم تيربو كومبريسور، صافي عليها كيجي اكيم سخوت، كيجي كيكسيري العرندس لها زمزم. ايوا ولكن حنايا كنحماقوا على شي حاجه اسمها مازوت. دونك كنهضروا على محرك واحد كاين 1.5 بلو اتش دي اي، 4 ديال السيلندر بعدا مزيان، 4 ديال السيلندر 1.5 كما قلنا، كيجي فيه الكوبل 250 مضخم، كوبل مضخم. كيجي فيه البويسونس ديال 100 ديال الخيل، يعني بويسونس ديال الشوفو يعني شحال فيه ديال الخيل، كيجي فيه 100 مضخمه. وكيتصارع لنا العرندس حتى هو مازوت ملعق حتى هو في 10 ديال الثواني. دونك واعر اكسيليراسيون، نيفو داكسيليراسيون بارفي، الخيل 100 مضخم 4 سيلاند، كونسوماسيون بارفي. ديجا دوزت كتبقى عندي 3 ايام العرندس ملعق، كونسوماسيون مضخمه بارفي يعني معقوله جدا. دابا ندوزو لي بواط فيتيس. لي بواط فيتيس كما قلنا موتور اسونس 1.2 75 الخيل كيجي فيه 5 هذا راه كاين في المغرب باش نتفاهموا عليها. بالنسبه للموتور اسونس الثانيين جوج اللي فيه 100 الخيل واحد فيه 130، كيجي فيهم بواط مانيول 6
هادي كتجي في 100 الخيط وفي اللي كيجي فيه 130 كتجي فيه بوط اوتوماتيك وي رابور 8 ديال لي رابور صافي. بالنسبه للمازوت كتجي بواط مانيوال 6 ديال لي رابور دونك كنهضروا على 6ييم صافي دونك مازوت 6ييم. ومع العلم ان هاد المحركات اللي قلت كاملين كيجيو يعني فيهم يعني سولون لي نورم ديال الايروسيس صافي دونك كنهضروا على هاد الدواء يكونوا فيهم الاديبلو تفهمنا. هذا اللي كاين اديبلو بالنسبه للمازوت وهذاك صافي الاديبلو كاين. هادي حاجه ماشي حاجه خايبه زعما عادي اديبلو واحد ليكيد كتعمرو ما فهمتي كيطول لك ماشي زعما دونك ما تخلاكمش هاد القضيه هادي. الان دس لها زمزم لحد الان لها زمزم ضخم بالنسبه للفئات اللي كاين هنا كنظن في المغرب بدا 1.5 مازوت كاين 4 سيلند 100 الخيل هذا كاين وكاين ليسونس 1.2 75 الخيل 100 كنظن ما كاينش هنا نورمالمون خصو يدخل ما عرفتش علاش ما نعرف يقدر يكون كاين يقدر يكونوا جابوه الله اعلم. المهم ها زمزم حتى 75 الخيل صافا باش تعرف وباش تعرف اكثر يعني الفرق ما بين 75 و100 اخر فيه التيربو وهذاك اللي كيكون فيه 75 كيكون اتموسفيريك يعني تنفس طبيعي اخر كيكون فيه تيربو كومبريسي فهمتيني تيربو كومبريسي ولا تيربو كومبريسور. وبالنسبه للفيتيس ماكسيموم ديالهم راه كاملين بيهم كيوصلوا 180 100 كاملين بيهم هاد المحركات كاملين يعني فهمتيني يعني مازوت كيوصل 188 ايسونس كيوصل 188 كاملين بيهم كيوصلوا فهمتيني مسخف شي متقضيه. المهم حيت السرعه ما كنصحوش بها ولكن يعني محرك بويسون كاين يعني كاركتر الاسد. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعرفوا شحال الوزن ديال الطوموبيل راه كتوزن طن و90 كيلو بالنسبه للمازوت وبالنسبه للايسونس كتوزن 980 كيلوغرام يعني فهمتي باقا ما وصلتش الطن اخاي كان خاصها 20 كيلو توصل الطن ولكن هاني تجلس فيها سينا ترجع طن وشي حاجه. بالنسبه للريزرفوار كيجي 41 لترو ديال الريزرفوار ديال المازوت وكتجي بالنسبه للكوفر كيجي 3.3 عباد الله 309 لتر دونك مزيان ساتيسفي. لي بري ندوزو دابا لي بري لي اهم حاجه صاحبي عندنا واخا 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 شوف عندك لونتري دكام اللي هي 1.2 ايسونس ياك 75 الخيل كتبدا ب 15 ماشي 15 16 مليون 16 مليون لاصقه 16 مليون كتديها هادي لونتري دكام. عندك بالنسبه للمازوت اللي هي اكتيف 100 الخيل كذا 19 مليون و200 وشي حاجه صافي. الا بغيتي ديو الالور اللي كتكون طالعه شويه 21 مليون وشي حاجه. بغيتي دير عامره فول جي تي كذا 23 مليون وشي حاجه. السلام عليكم انا عطيتكم دابا لي بري ولي تاريف ديال الهزمزم 2008 ماشي 2008 208 دي زانفو سبونطاني على الطومبر هادي يعني انا ساكيتها ديجا وعرفت كيفاش يعني الطومبر شوف طومبر فريمون ستيلي او نيفو داكس او نيفو دانتيريور واعره حلوه غزاله لي ماتيريو كاملين بلاستيك مي يعني عندهم دي زافونتاج عندهم دي زافونتاج اللي مثلا الطومبر كتبقى معاك اكثر ما كتادى شي بقايله بزاف الحوايج وهذه واحد الحاجه اللي عاديه في الكاتيجوري ديالها دونك شي حاجه اللي نورمال ماشي شي حاجه هذا. وبخاتيك راه البلاستيك راه براتيك بارابور لي مواد اخرين كيقدر تضربهم بقايله كيتشققوا بزاف الحوايج طيح لهم شي حاجه فهمتي بزاف الحوايج البلاستيك هو معك يعني براتيك عملي. طوموبيل نيفو ديزاين غزاله على الانتيريور غزاله 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 ديك ديريكسيون ستيتو لا بواط فيتاس جاس كاري غزاله لي رونجمون حلوين حلوه لسباس كاين شويه ضيق في اللوري يعني خصك تعرف كيفاش تمانجي ديك الشيء هذاك. الكفر يعني مزيون سوليد طوموبيل سوليد مزيونه يعني كتحس بها واقفه معاك في الطريق. لي فيراج بارفي مزيونه في لي فيراج لاكسيليراسيون ديالها سوبر بارفي انا عن تجربه انا حمقتني غزاله مازوت غزاله 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 غزاله. الكونسوماسيون ديالها شوف الكونسوماسيون ديالها معقوله جد 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 جدا جد جد جدا يعني خصك غير تسوق بواحد الطريقه اللي معقوله بواحد الطريقه اللي اقتصاديه عاديه راه هي معاك فحال فحال الداسيا لوغان بحال فحال الداسيا لوغان حقي لك سيليسي كيما كسيليس انا يعني عملتي مود لها زمزم العرندس راه غتبقى تاكل غير غتبقى تاكل غتبقى تاكل. انا كليت اللي واحد المره عمرت لها 100 درهم 12 الليل الليل المهم الصباح ما صبحتش فهمتي صافي العرندس غزاله. السلام عليكم ودابا كنظن وقيلا وصلتكم لي زانفو كاملين على العرندس ودابا كنقول لكم السلام عليكم.